قصدك ايه يا احلام لما قلت لي ان في عيون في الفنجان مش من صلبك لازم تخلص منها؟ وجبت الكلام ده منين؟ في الحلقة القادمة. كان في حاجة كده حصلت كنت عايزة أقولك عليها. الواد فين؟ الواد نايم فوق. صابر ما قدموش اختيار غير إنه يسترد ابنه من بين إيدين الجن. المداح أسطورة العشق الليلة 8 مساء على MBC مصر وشاهد. رمضان يجمعنا.